النتيجة، حيث ستقلع منه 15 رحلة، منها 4 رحلات محلية، رحلة إلى غات، ورحلة إلى تبرق، ورحلتان إلى بنغازي. أما عن الرحلات الدولية مشاهدين التي ستقلع من مطار معيتيقة، فكما هو مبين أمامكم على الشاشة 5 رحلات إلى تونس، ورحلة إلى صفاقس، ورحلة إلى المنستير، ورحلة إلى الإسكندرية، و3 رحلات إلى اسطنبول.